يلا يا ابني يا سلمان، خلينا نوصل لضيعة خالك قبل المغرب. خاطرك يا ابو عطوان. مع السلامة وسلم لي على فايد العبد الله. الله يسلمك، الله يسلمك. سلوم، ليش مديتني على نفسك وعلى عيالك وعطيتني كل هالمصاري؟ قلت لك انت معتازون اكثر من عاستي، وانت بسعر اخي، والاخ لازم يسند اخوه ويمد له ايده. ولو يا راجح، الدنيا لسه بخير. خاطرك. الله معك يا ابو سلوم. يلا يا سلمان يلا. الله يسلمك يا ابني، والله انت شهم. رجا من الله يا ابني، شوفك احسن مني. ابشر ابو سلوم، وانا اخوك. خير أسعد، بدك مني شيء؟ الصندوق ناقص 30,000 ليرة. يا لطيف، معقولة؟ أنا عديت المصاري مرتين. إيه؟ وين 30,000 ليرة؟ جاوبيني قبل ما يضرب الشنام براسي. جاوبك شو إلا؟ قولي الصدق. أنا ما مديت إيدي على هالصندوق، لأني أصلاً ماني بعزت مصاريك. لكان مين؟ واحدة من البنات؟ بنات؟ بنات ما بيعرفوا شيء أصلاً عن هالصندوق. بس أنتي بتعرفي كل شيء عنه. بعرف، وماني بعازت مصاري. لكان وين راحوا 30,000؟ جايز تكون غلطان بالحسابات، أو عاطيان لدهام أو هاي. أنا لا بغلط بالحسابات ولا بعطي حدا شيء. يو، يعني هلأ هني عم بيخربوا زرع الناس ويذبحوا حلالهم بلاش؟ انت منين عم تجيبي هالحكي؟ انت بتعرف منيح. اصحى بقى يا اسعد اصحى، ترى المخفر صاحيلك والمساعد ورجاله دايرين ورا رجالك ليل نهار مشان يتأكدوا مين اللي عم بيخرب، ويتأكدوا كمان مين هو هاي من اي ديرة وعشيرة، وليش هرب واجع هالضيعة هاي بالذات. عم تهدديني؟ عم صحي ابن عمي الغالي، خايفة على ابو بناتي. سمعت اللي سمعته يا فايد؟ انا كمان يا واحة مادي مصدق اللي سمعته. لا يا خالي صدق. لا يا سلمان معلش، عندهم حق ما يصدقوا، انا اللي باللام. حاشاك يا ابو سلوم، ما حدا بيقدر بيلومك. لا ابو محمود، ما في لزوم نجامل بعضنا. كان ظني المهر لما بيكبر بيخلي العروس واهله يكبروا بعيون الناس. لا تحمل هم يا ابو سلوم، انسى اللي مضى. هو لو مضى صحيح ما هم، انا هلا مكوي بناره. ويا ريت بس انا محمود وريم اللي تمرمروا سنين. لا تندم مثل النسوان يا رجال، ما دام الله هداك لازم تفرح وتحمد الله. يلا يا خالي، لازم من بكره الصبح تبعت برقيه لمحمود. ان شاء الله. وانت يا ابي
إذا تعبان نام هو، أنا رح نام ببيتنا مشان أمي وأختي. لا يا سلمان استنى، منروح سوا، ما بدي انشغل بالهم. خليك عنا يا أبو سلوم، أنت تعبان وسلمان ما شاء الله عليه صار رجال. الأحسن أحمد يروح ينام ببيته منشان ريم وحليمة يتونسوا ويناموا مطمنين، لأنه بيتهم ما عاد أمان. يلا بخاطركم، مع السلامة. مع السلامة. الله يسلمكم. مرة كمان جوزيخ جوزيخ بس صح. سلوم عليه محمود فوت. ها جيت والله جابه، بلكي بيكون وشك فاتحة خير وسلوم بيعوض خسارته. كرمال ابن عمتك، انت نافش حالك مثل ديك الحبش. لك شو مفكرنا جاش قدامك؟ قلت لك عير نسكوتك. لا تاخذني سلوم، ما قدرت هدي حالي. بسيطة هالمرة سلوم، كان فكري انك اندمت ونويت ترجع لأهلك. غيرت رأيي، أنا شايف انه هنن يجي يعيشوا هون أحسن. شو؟ يعيشوا هون؟ يعني هلا هن عم بخربوا زرع الناس ويذبحوا حلالهم بلاش؟ ترى المخفر صاحيلك والمساعد ورجاله دايرين ورا رجالك ليل نهار مشان يتأكدوا. يا محبوبة الوالدين، أنا الله بلادي المخفرين، مخفر الحكومة، مخفر عندي من بيته. طيب 30,000 ليش اخذته من مكريت؟ شو عملت فيه؟ اعوذ بالله، حتى المرايه مغبشه، شو النار؟ يلزم حضورك حالا، والرجاء حضور المهندس مفيد ليكتمل سرورنا بعرسك، ولا تنسى سلوم. ليش العجلة المفاجئة؟ ما بعرف. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا هلا أبو سلوم. الله يسلمك. شفت النعجات؟ إن شاء الله مبروكين. الله يبارك فيك وبرزقك وبحلالك. أنا من غير مروتك شو؟ وكل الله يا رجل، أنا أخوك. لا إله إلا الله ونعم الأخ. عمي بعفوان،
أبي ما طلع شيء من كيسه، هذا حقك ورجع له. كبرت يا سلمان، كبرت فجأة وصرت فهيم وملسن. أنت دائما بتقول المصايب بتكبر. لا إله إلا الله، الله يبعد عنا وعنكم المصايب وعن جميع العباد. آمين يا رب. يلا يا سلمان، ما بدنا نعطلن أكثر من هيك. ما بتشربوا شاي؟ مو وقته، نحن مرينا بس لنطمن، نطمن عليك وعلى شغلك. السلام عليكم. الله معك. الله محييك ومحيي شعبتك يا ابو سلوم. الله يسلمك، الله يسلمك. يلا يا ابني. حضرت الاكل يا هايل؟ اللي بده ياكل بيحضر لحاله، فهمت؟ بس نحن متفقين انه كل يوم واحد منا يحضر الاكل. المساعد اتفق معي انكم تضلوا عنا 10 ايام هون، وهي صار لكم اكثر من 10 ايام، سمعتوا انتوا ولا لا؟ يعني ما هي مريحتك صحبتنا؟ لا مو مريحتني، ذبحتني ذبح. شو؟ عم تضحك فرحان بمصيبتي؟ ولا يهمك يا هايل، انا راح اروح على رئيس المخفر واشوف شو راح يقول. يعني شو راح يقول؟ هو من الأول قال 10 أيام. أنا ما بقدر عفرقكن إلا إذا أمرني هو أفلتكن. فلتنا؟ شو شايفنا بهايم؟ شوف على الضحك، أنت ما بتعرفني بس إذا جميت. ها؟ لا دخيلك، أنا آسف ومنك سماح. اسمع أنت اللي عم تضحك من تحت لتحت، بتخبر المساعد إنه بعد اليوم ساعة ما بقعد معكن، فهمت ولا لا يا صقر؟ إن شاء الله. وأنا كمان. السلام عليكم. الله معك. وأنا كمان مشتهي على الشاي. شفت راجح العطوان شلون عم بيصلح أرضه؟ لا. مستأجر عمال وعم بيشتغل معهم، وكمان شاري غنم. شاري غنم؟ 10 نعجات وكبش. من له المصاري؟ ما بعرف. على علمنا الرجال منتوف وما حيلته اللضا، لولا شوي كان هجله عند ابنه على المدينه. من له المصاري هلا؟ نحن منخبر ابو دعاس وبنسمع رايه. انا ما بقدر اروح، رجال المخفر مراقبيني. ولا يهمك يا فهد. يا عيون فهد، انا واصل على الدكان اجيب خبز وحلاوه حتى نتغدى. عال بس لا تأخر لأنه الجوع راي يهري بطني. سمعت ما صدقت، اجيت اتاكد. شو بك مستغرب؟ على حد علمي انه ما معك مصاري، اوعى تقول لي انه اولادك بعتولك. انا بعرف شلون اولادك عايشين بالمدينه،
شحادين. الله كريم يا أبو دعاس، ما بينسى المعتاز. آمنا وصدقنا، بس أنا لسه ما سمعت إنه السما بتشتي مصاري. حط الرحمة بقلوب الناس وخلاهم يتعاونوا على الخير ويغيثوا المظلوم. ومنو هذا فاعل الخير اللي أغاثك؟ فاعل الخير لوجه الله ما بيتفرح باسمه. بس انت بتعرفه مين هو، لازم تقلي عنه. صدقني ما بعرفه. المبلغ اللي جاك 30,000 ليرة، صح؟ صح، ما بنكر. حلو. وزن الدعاس هي اللي عطتك اياه، صح؟ هدول المصاري الي مسروقين من صندوقي. ما بظن، الرجال اللي غاسني شريف وشبعان. حلو. بس مشان انا اطمن وانت تطمن انه مصاريك حلال، شو رايك نروح لعند هذا الشبعان ونتاكد؟ لا، انا ما بخون اللي غاسني وامن فيه. الدرس بارضك الاولانيه ما فادك كثير، انت لازمك درس ثاني. العن، هالمره ما راح تلاقي مين يساعدك. انا 100 مرة فهمتك يا راجح العطوان انك مالك قدي. قلي مين اللي اعطاك المصاري؟ مين اللي اعطاك المصاري؟ طمن يا احمد، انا اخوك. ما قلت له جيت بس لخبرك مشان تدير بالك ومشان اعطيك المصاري اللي بقيانين معي. خود هدول 5,000 ورقة، ما بقيان غيرهم. النعجات تركتهم بمطرحهم، بتقدر تاخذهم. يا ابو عطوان، المصاري والنعجات من حقك. لا، انا ايست. اسعد الدعاس ما راح يتركني من شره، والاحسن اترك الديري. استغفرك يا ربي واتوب اليك. عمي ابو عطوان، خليك عم تشغل بارضك ولا بدير بالي عليها، وبحرسك نعجاتك ليل نهار. انت خليك مع ابوك وكثر الله خيرك. يعني راح تسافر من كل عقلك؟ كل عقلي، نص عقلي، ربع عقلي، هذا علمه عند رب العالمين. لانه اللي مثلي لا له شور ولا رأي، شو عسوة للعقل. يا الله، السلام عليكم. مع السلامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. شو يا بي؟ حتخليه يهج ويترك أرضه؟ استنى يا بي، خليني أفكر. يا أبو سلوم، أنت من الأول غلطت. يوم اللي عطيته المصاري ما فكرت إنه كل الناس بيعرفوا حالته؟ بيعرفوا إنه ما حيلته شي بعد خراب زرعه؟ يا أمي، أبي كان بيعرف إنه المصاري مسروقة من أسعد الدعاس. صحيح يا ريم، جبتيها يا بنتي. هاي وزن الدعاس أكيد وراها ملعوب. سرقت المصاري من جوزها واجت عطتك ياهن بحجة انها بتعزك. بس الله اعلم شو قصدها من هالملعوب. يلا يا حليمة، انت وبنتك رجعوا للخياطة ولا تنشغلوا بشي تاني. ايه، بس على شو ناوي؟ على شو ناوي بعدين بعدين. وانت يا سلمان حق. انت متأكد انه هي القصة؟ هاي هي القصة كلها. عطيه البقيان المصاري. هدول اللي رد لي اياهم الراجح العطوان، ومعهم النعجات اللي اشتراهم، وهي 1,000 ليرة مني بيبقى لك بزمته 1,000 ليرة، انا بسدها عنه.
خد حقك وحل على الراجح العطوان. الرجال ما بيستاهل تفش قهرك فيه، لأنه هو ما له ذنب. الحكومة هي اللي منعت عنك المخطرة. استنى يا أبو سلوم. أنا مالي حق عندك ولا عند راجح العطوان. أنا حقي عند بنت عمي. خد المصاري وردوا لراجح. هو ما بقى بده شيء. قلو لراجح بيقول لك عمك الدعاس عليك وعلى أرضك أمان الله. واعطيه المصاري. شهامتك غلبتني يا أبو سلوم. أنت أحسن من عمامي كلهم. أنت بتستاهل تصير عمي عن جد. العفو يا أبو دعاس. أنا اللي بتشرف. ما بين ابن العبد الله؟ مصابي حماسي. أماني بس ابن العبد الله يطلق ريم تجي تبشرني. ساعتها رح تصير عمي عن جد وحطك على راسي. يسلم راسك أبو دعاس. يلا يا أبلي. ما أخذت المصاري. هدول مصاريك وحقك. وإذا بدك تعير راجح العطوان روح له وعطيه المصاري بنفسك. طيب خذ الألف ليرة تبعك بس. السلام عليكم. بأمان الله يا عمي. بأمان الله يا ابن عمي. الله معك أبو سلوم. بس إذا غدر فيه وجوز بنته لابن العبد الله راح خليك تشوف آخرته وآخرة أولاد السلوم كلهم. ما بيسترجي. مو هون مشكلتي. مشكلتي مع بنت عمي اللي من دمي ولحمي. هي اللي مالي عرفان شو بدي ساوي فيها. وزنة! ما بتقدر تعمل شيء. ترى انت بتعرف اذا بتزعل ابي بتخسر كثير. ها ابوكي ما رح يزعل يا مقتولة الوالدين. المرة اللي بتسرق مال جوزها حرمة فاسدة لازم تتربى. اسمعي من هلا طلع برات البيت ما في. سمعانة؟ بغيرك ضلي مع بناتك لحتى ياخدك الله. تعي لوفا. وانت وليه؟ بتضلي لخدمة البيت وبس. إذا بعتتك وزنة مشوار ورحتي عيونك بدي شيلهم. فهمتي؟ يا ريت الله خدني وريحني من زمان. يعطيكم العافية. الله يعافيك سيدي. أنا جيتك يا هايل لما صقر قال لي إنك متضايق. هو بس متضايق؟ طقان طقيق. أنا آسف لكن خلص مهمتك انتهت. بتقدر تاخد أغراضك وتروح وين ما بدك. وين ما بدي يعني كيف؟ مو أنت ربطني بالمختار؟ هذا بالأول، لكن بعدين لما تأكدت انه مالك اهل هون وانت غريب فارتقيت الاريح انك تغادر المنطقة فورا. الاريح؟ يا حضرة المساعد انا تعودت على هالعيشة بالضيعة وتعودت على اهلها. وين بدي اروح انا هلا؟ يا هايل قلت لك اسف. يا حضرة المساعد، يا حضرة المساعد، هايل مسكين وماله حدا. دهام انت ما بتتدخل بنوب. هايل صاحب مشاكل وانت بتعرف هالشي ولازم يغادر الضيعة فورا. معلش دهام، الحكومة هيك بدها ونحن ما بنخالف الحكومة ولو انه فراقنا بيصعب علي كتير. لا انا بدي اروح معك. لا انت بتبقى هون لانه حالة الامن بالضيعة تستدعي لاكثر من حارسين. انا ما بدي ابقى بهالشغلة. تغصبوني؟ لا ما حدا بيغصبك، بس الشباب هون بحاجتك. ما هيك يا فهد؟
ايه والله يا دحام خليك معنا بس لحتى نعرف مين حرض اسعد الدعاس على راجح العطوان. عن شو عم تحكي؟ ليه صار شيء جديد بين اسعد وراجح؟ أنا اللي بدي أعرفه شو اللي شاغل بالك ومخليك مهموم؟ تعرف يا أبو دعاس أنا متعجب، أنت طول عمرك أقوى من المشاكل كلها، ما بيهمك شي، كنت تمشي بين الناس مثل السيف، بس ما بعمري شفتك مهموم ومحتار مثل اليوم. صدقت يا حويش، أنا كمان مستغرب، ما بعرف منين طلعت لي هي ريم السلوم. بعت رجالك يجيبوها لبيتك وارتاح، مين بيقدر يمنعهم؟ خطرت على بالي هالفكره، بس خفت تكون عشقاني ابن العبد الله. بيهون عليك يا حويش عيش مع وحده عشقاني غيري. هايل، شو جابك والشرطه مبحوطه بالضيعه؟ لا تخاف، ما ضل حدا منهم هون، ضليت متخفي عنهم لبين ما راحوا. متخفي عنهم؟ ضحكت عليهم، اللي تشاطروا علي انا تشاطرت عليهم وغلبتهم. ما فهمت، شو بتقصد؟ المساعد قلعني من الضيعه، ما بده ياني ضل هون. قلت وين بدي اروح بحالي؟ جيت خبرك راسا وانا بعرف انهم مراقبيني. ويش، صب لي قهوه. ريقي نشف وفتر راسي. اخي سلوم. سلوان. اخي سلوم رجع. شوف اذا معلمك ما عاد بده اياك روح واتركنا. تيسر على بيتك يا حويش. مثل ما بتأمر. تصبح على خير. شو مخبي علي كمان لحتى صرفت حويش؟ جواسيس الحكومة صاروا كتار يا أبو دعاس، وما عاد تأمنت حتى لحويش. لا تنسى إنه هو أبو نوفا اللي تآمرت عليك مع حرمتك. الشاي يا أبي. فوتي ضيفين، استاذ مفيد مو غريب يا بنتي. حاضر يا بي. انا بسار اخوها ان شاء الله يا ابو سلوم. واعز ان شاء الله يا استاذ مفيد. تفضل استاذ. اي والله يسلم والديك. تفضل سلوم. يسلم اختي. كيفك استاذ مفيد؟ الحمد لله. محمود بيسلم عليك. الله يسلمك يا رب. كيفك يا خالتي ام سلوم؟ الحمد لله يا ابني. صدقني انت هلا بمعزه اولادي، ونحن ما رح ننسى معروفك طول العمر. وشو هو معروفي؟ بكفي انك رجعت لنا سلوم. لا هذا موضوع تاني. قصدي سلوم رجال وما بحاجه لمين وجهه للصح، يعني هو مجرد ما فهم وضعكم شاف انه ضروري يرجع لعندكم على الضيعه ويكون معكم. يا الله انا لازم امشي لانه محمود وابوه منتظرين ارجع لعندهم فورا مشان خبرهم شو ناويين تعملوا. بس ما كملت شايتك يا استاذ. ما بقى احسن نتاخر، ان شاء الله بنشربه بفرح محمود وريم. طيب خبرهم انه نحن بكره بنكون جاهزين. قول باذن الله يا ابو سلوم. لا تخافي يا ام سلوم، المختار والمساعد ضامنين الوجوه. ما بظن، وجوه الدعاس ردوا التفوا حوالين اسعد. بحضور المساعد والمختار ما بيقدر حدا يوقف في طريقنا. لهالحد مخوفكم اسعد الدعاس؟ يا بي انا ما اجيت لهون الا لحتى خليه يعرف قيمته بين الرجال. انا بعرف اني انا مو عاجبك، صحيح، بس بكره بتشوف. ويا ويل اسعد الدعاس مني. بري عليك ولا معك. لا يا سلوم،
لازم تاخذوهم بالحكمه والمسالمه وتتركوا الباقي للشرطه، لانه النار ما بتطفي النار. ونحن ما صدقنا انت رجعت لنا بالسلامه. شو الفائده من رجعته اذا ما وقف بوش اسعد الدعاس؟ انت روح انكب على فرشتك، اللي مثلك هلا نايمين من اذان العشاء. انت يا ابني لساك شايفني صغير؟ انا بدي اياكم تساعدوني بالشغل يا ابني وتبعدوا عني الفاينات. هذا الكلام السليم. انا لازم روح وما اتاخر على بيت ابو محمود اكثر من هيك، حرام بيكونوا مستنيين على نار. لا يا ابني روح، والله يبعد النار عن الجميع. يلا خاطركم. مع السلامات بامان الله. يا سيدي كتير حلو هالكلام، نحن ما منخالف أوامر المخفر. بارك الله فيك يا مختار. شو شايفك أمت مستعجل؟ بدي روح خبر المساعد اللي اتفقنا عليه. إيه؟ على راحتك. السلام عليكم. أهلاً دهام. شو؟ وينه هايل؟ وين اختفى؟ على علمي سمع كلمتكم وترك الضيعة، شو بتطلب منه أكثر من هيك؟ فهمه يا مختار، أنا مستعجل. السلام عليكم. مع السلامة. شو اللي حصل يا مختار؟ هايل ما طلع من هالديرة، لسه ما ترك الضيعة. أكيد أسعد هو اللي خافيه. يا عمي أسعد وهايل على العداوة، بيناتهم ريم السلوم. لكن مين بيقبل يلفي هايل ويخفيه؟ كل أهل الضيعة كارهينه. مسكين هايل، الله يكون بعونه. أنت كمان يا دهام، ادعي لنفسك. ادعي لنفسي؟ ليش يا رحال؟ لأنك تربيت هايل. وانت فهمان قصدي؟ لا ما فهمت ولا بدي افهم. انا اللي بدي اياه سلامي، وترى يا مختار سلامتي تحت جناحك. ابشر يا دهام، ابشر يا ابني، ابشر واطمن. معقول يكون متخبي عند اسعد؟ محتمل سيدي. طيب شو مصلحه اسعد اللي يخبيه عنده بدل ما يقلعه؟ هايل ما عاد له قيمه، وخصوصي بعد ما كسرنا شوكته وفرقنا بينه وبين دهام. يا سيدي هذا بيرجعنا لطبيعة العلاقة بين هايل وأسعد. بالضبط. جريمة مشتركة. جرائم المشتركة كتار. المهم نعرف السر اللي جمع هايل بأبوه لأسعد. والغريب سيدي إنه ما حدا من رجال الضيعة عرف هالسر. أكيد بيت الدعاسة بيعرفوه ومكتمين عليه. شو رأيكم سيدي نستعمل معهم الشدة؟ المشكلة انه هن وجوه العشيرة الكبار. يلي بيأذي الضيعة لازم ينكشف لأهل الضيعة. صدقني سيدي ما رح نخاطر، بالعكس أهل الضيعة رح ينبسطوا كتير لأنه رح نكشف لهم وجهاء الضيعة على حقيقتهم. سيدي شو رأيكم سيدي؟ معقول، بس الوقت هلا مو مناسب. خلينا ننتهي من عرس ريم بنت أحمد السلوم على خير وسلامة، وبعدها ممكن نبتدي الحملة. اطمن يا ابو سلوم اطمن، ان شاء الله الفرح بيتم على خير وسلامه. والله يا مختار ما راح اطمن الا والزفه تمت على خير. ولا يكن لك فكره، انا خبرت كل الوجوه والمساء ان شاء الله بنكون عندكم بالفرح كلياتنا. ان شاء الله ان شاء الله. بخاطرك يا مختار. مهوني، مع السلامه. الله يسلمك يا دهام. امور امور مختار. بتروح لعند الراعي تبعنا، بتنقي احسن خروف وبتبعته على فرح السلوم. امرك. الله يبارك فيك يا حليمه، عبال سلوم وسلمان ونفرح فيهم ان شاء الله. الله يسلمك يا رب، فرح بولادهم لمحمود ريم. الله يسلمك يا حليمه.
زلغيط. شو هالزلغيط يا حويش؟ ما بعرف. يا رب دخيلك، يا رب تكون الزلغيط اللي ببالي اللي استنيتها من زمان. نوفا. نعم يا عمتي. روحي بسرعة شوفي لي شو القصة ورجعي خبريني. ايه ولا يهمك او يلبك. يوم يومك يا هايل اللي بتمر فيه يا اسعد، بس ما بدي اياك تساوي شيء مالك رضيان فيه. هي انا عايش مع البهايم، فكرني رضيان بهيك عيشه. انا ما عندي محل تاني خبيت فيه. بعرف، من زمان كنت اقول لحالي انا عيشتي مثل عيشه البهايم، بس هلا عشت معهم عن صح وصحيح، يعني صرت انا بهيمي ليله وبس. يا هايل يا اسعد، انت بتعرف انه انا برات هي الضيعه ميت ميت. لا اطمن، رح طالعك منها سالم واعطيك 100,000 ليره تدبر حالك فيها لبين ما تلاقي مكان ما يوصل لك فيه حدا من عشيرتك. صحيح يا اسعد. صحيح، لكن مو قبل ما تقتل محمود بن عبد الله. اليوم الضيعه كلها مشغوله بالعرس، حتى الشرطه، يعني ما حدا فاضي لك. بس ريم بتحب محمود، شو رح تستفيد من قتله؟ اسعد الدعاس هو اللي بيقول شو اللي بيفيد وشو اللي ما بيفيد. انت بتعمل اللي بامرك فيه وبس. يا اسعد، مو محمود اللي وقف طريقك، ريم هي اللي وقفت. بعرف، مشان هيك انا ما بدي ريم تسلني، رح رملها وهي بالزفه وخليها ترجع تعيش ببيت ابوها والنار عم تكوي قلبها قوي لحتى تموت حسره وكمت. اسعد الدعاس ما حدا بيعصاه وبيسلم. سمعان يا هايل؟ سمعت. فهمت؟ فهمت. تذكر وانت ماسك المسدس انه روحك بايدي. متذكر يا اسعد، متذكر. لكان بتقتله يا هايل، تقتل محمود العبد الله. بقتله يا اسعد، شو خسران؟ اصلا من الوقت اندخلت بيت ابوك ميت. هيك بدي اياك. انا بعد شوي رح اروح احضر العرس، انت بتطلع القبب بتخلي عيونك معي. اوعى تشرد يا هايل، لما بعطيك الاشاره تقتله. تقتله وبتختفي بسرعه، وأنا بلحقك مع المصاري 100,000 ليرة.
المئة ألف الأولانية كنت بدك تعطيها مهر لريم، يعني هي رايحة ورايحة، والمية الثانية دية محمود، يعني صاروا 200 ألف يا أسعد، فهمت؟ ماشي يا هيل، 200 ألف. مبروك يا ابو سلوم. الله يبارك فيك ابو دعاس. شرفته انست يا ابو السعود. الله يشرف. هالجمعة الحلوة ما تكمل الا بوجودك. تسلم. انا شفت كل الوجوه موجودين قلت مو مناسبة اني انا ما اجي. خاصة اني كبير العشيرة وسيدة. تفضلوا. دق يا ابني دق.